يوم سعيد، حياكم الله مشاهدينا الكرام واهلا وسهلا بكم. يا ربي يكون يوم سعادة على كل العراقيين، يوم أمل وتجديد الأمل، يوم دعم الطاقات الإيجابية. ما زلنا متواصلين وياكم بحلقاتنا عبر شاشة الفرات بالعاشرة صباحا، ونصبح ونمسي ونسولف ويأهلنا وناسنا إن شاء الله بكل التفاصيل، ونسولف بكل المواضيع الحلوة بكل الحلقات. نتناول أيضا دعم الطاقات الشبابية ونتناول بعض الفقرات اللي تنتقل إلى محافظاتنا. فنرحب بكم من الشمال إلى الجنوب ومن الشرق إلى الغرب، وإن شاء الله متواصلين وياكم بعد ما نروح إلى فاصل قصير ونرجع إن شاء الله. خليكم ويانا. حياكم مرة أخرى، أكيد شاهدنا شاحة النسور وشاهدنا هذا اليوم الصباح الجميل. بغداد الحب، بغداد السلام، وبغداد الوئام إن شاء الله دائما نتعم بالأمن والسلام بجهود أبطالنا بالقوات الأمنية والحشد الشعبي وكل المرابطين على أن يحافظوا على سلم وحفاظ أمن مناطقنا. إن شاء الله نتأمل أنه يبقى هذا الأمل ويبقى هذا الأمن والسلام بوجودكم. أكيد مشاهدينا الكرام بأول فقرة عندنا هي فقرة ترند. بهذه الفقرة راح نتحدث عن شاب عنده طريقته الخاصة بالتدريس. أكيد هذا الفيديو انتشر واسع بمواقع التواصل الاجتماعي خصوصا بالتيك توك والفيسبوك، وشوف أنه علي الشهباني هذا المدرس الشاب المبدع اللي بدأ أنه ينقل الدرس للتلاميذ والطلاب بطريقة حلوة مثل ما نشاهد احنا وياكم بهذا الفيديو. أخليكم مي هذا الفيديو اللي عدوا لنا الزملاء ونرجع نشوف ردود المتابعين على هذا الفيديو. خليكم ويانا. طبعا مشاهدينا الكرام شاهدنا بهذا الفيديو هذا الطريقة الجميلة. هي طريقة يمكن تكون طريقة مسرحية، لأن أغلب التلاميذ وهم بعمر صغير من تقرالهم نشيد، من تقرالهم بطريقة خاصة وبإيماءات خاصة حتى نقدر نوصل لهم الدرس، راح يرسخ بدماغه وراح يحفظه. فكثير من المعلمين سابقا كانوا هكذا يعلمون الأطفال، يعني خصوصا التلاميذ يحاول يرسم للحروف ويحاول يقرأ للقصيدة بطريقة الإنشودة حتى يتعلم. فكثير من المغردين وكثير من الشباب اللي تابعوا هذا الفيديو علقوا مثل عندنا لميسينا تقول عاشت إيده، هو هذا المعلم لازم يصير ممثل ومسرحي بكل جدارة حسب نوع المدرس. يعني حلو أنه نشوف المدرس مسرحي يقدر يوصل المادة للتلاميذ ويقدر يخلي المادة بفهمه، فقط درخ يفهم المادة حتى من يجي يكون حافظها. هنا عندنا تغريدة ثانية، لا نسرين تقول، نسرين الله يوفق
الله يوفقه. الطلاب بين الحين والآخر يحبون تغيير ما طول ما اتخطى حاجز الأخلاق والكلمات النابية، فأكيد تصرفه مقبول وطريقته تكون مقبولة للكل، على اعتبار شفناه كانت طريقة مسرحية. ونسمة هادئة تقول مو شرط يخافون حتى يحفظون، ذول الأطفال أكيد يحبون هيك شيء وراح يحفظون ويحبون الدرس ويحبون المدرسة بصورة ويحبون المعلم. الله يوفقه، ان شاء الله الله يوفقه. ونشوف انه كثير من المعلمين يبتكرون اليوم طرق حلوه من اجل ان يوصلون الماده للتلاميذ، خصوصا هم ببدايه عام دراسي جديد والمراحل الابتدائيه الاول والثاني والثالث يحتاجون واحد شوي يندمج وياهم. الان من فقراتنا الحلوه هي فقره ترند، وفقره ترند اللي كانت تتناول كثير من المواضيع تناولنا بها هذا الفيديو، على امل انه ينال استحسانكم ونشجع به كثير المعلمين على انه يطبقون هيجي فقره او هيجي طريقه بالتدريس. الان نروح الى مصطفى داخل على الماشي، نروح نشوف على الماشي ونرجع، خليكم ويانا. هلو، شلونكم؟ رحب بكم اجمل ترحيب بفقره على الماشي. سؤال اليوم على الماشي يقول ليش اللي يلعب حديد ينفخ روحه؟ ما اعرف، تعالوا نشوف وراء الناس بالموضوع وبعدها راجعين حتى نكمل. يلا شلونك؟ الحمد لله زين. الحمد لله. شو اسمك؟ اسمي حسون. حسون، ليش اللي يلعب حديد ينفخ روحه؟ يتكشخ. يتكشخ؟ ايه هو يتكشخ. شنو ايش لابس قميص؟ شلونك؟ بعد روحي زين؟ الحمد لله. بعد روحي شلونك؟ تمام. زينة؟ الحمد لله. يلا راح اسألكم سؤال جاوبوني منتهى الصراحة. تمام؟ تمام. ها؟ تمام. اوكي، مو سؤالي خوف. يلا. ليش اللي يلعب حديد ينفخ روحه؟ قول السؤال مرة ثانية. ليش اللي يلعب حديد ينفخ روحه؟ والله ما ادري. مو؟ ليش اللي يلعب حديد ينفخ روحه؟ ايش اللحظة زيادة عن اللزوم. صدق؟ ياخذ الدور هواية. يعني أول يوم بالقاعة ينقلب باباي، يسبي ناغ وما ياكل دجاج. شلون؟ كلها هيك صور هاي كلها هيك. بس يشنج. دير بالك راح يشنج. يعطيك. شكرا. حبيبي. شكرا. أهلا. يعني صار لي هواي. من مبين عليه؟ من غير تارك. تارك؟ اي. إن شاء الله على السنة القادمة. يا السنة القادمة، متى تحكي عن 24 ساعة؟ تابعك أنا ترى. أتشرف. حبيبي ليش؟ لا صدق، ليش اللي يلعب حديد ينفخ روحه؟ هو من الله وشوفوني. والله غير أقول لك يا قبل هيك. أنا ما لي علاقة، صاحبكم فضحكم. شكرا. هو عليما، هو من الله. شلونك؟ والله الحمد لله تمام. زين؟ أرى الله. شو اسمك؟ ليث. ليث، ليش اللي يلعب حديد ينفخ روحه؟ يعني بين روحه في الشيء. والله. شكرا. ذا قلب مشكور. شلونك؟ حبيبي. زين؟ الحمد لله. شو اسمك؟ كرار. كرار، ليش اللي يلعب حديد ينفخ روحه؟ انا ما العب حديد، ما ادري. انت من قاعك منفوخ؟ ايوه انا من قاع مو؟ ايه. يلا شكرا. مشكور. تاشي؟ سلامتك. حبيبي طريق السلامة. شلونك؟ زين الحمد لله. شلون الصح؟ الحمد لله. ليش اللي يلعب حديد ينفخ روحه؟ والله ما اعرف، بس على هذا. ها؟ ما اعرفه. ما تعرف؟ ما اعرفه. تخاف من اهل الحديد، اوكي شكرا. جماعة الحديد ترى كلكم اصدقائي. كذب حتى لا نعلش يعني بس. شلونك؟ الحمد لله. زين؟ خير. خير، اوكي، تحكي على المتر، يلا. ليش اللي يلعب حديد ينفخ روحه؟ عمي ما عندك حديد. ليش؟ عمي يورم. يورموك؟ ايه. ساطول منك. ابد ما يخاف. شلونك؟ خير. شو اسمك؟ حيدر. حيدر، ليش اللي يلعب حديد ينفخ روحه؟ احنا من الاولاد. انت ما تلعب حديد؟ ايش على بالك؟ واضح. ادري ايش، بيش تلعب حديد؟ بسفنجة؟ لا. باع الرباع عمي باوع. وصلت لكم الختام فقرة على الماشي، شكرا لكل الناس اللي شاركوني هالفقرة. هسه اقول لكم عودة ميمونة للاستوديو البث المباشر. باي باي. حياكم الله مرة أخرى، شكرا لمصطفى على فقرة على الماشي. كثير من الشباب يقول لي ليش نافخ روحك؟ هو اللي يتمرنون، خصوصا اللي يتمرن كمال أجسام، أول ما يروح أول يومين يجي هو خطية جسمه مشين، يجي على المراية يسوي تبالة إنه صارت عضلات.
الجانب الرياضي يحتاج إلى جانب غذائي، وعلى اعتبار الجانب الغذائي لابد أنه يكون صحي ويكون بطاقات ببروتينات بكثير من التفاصيل. اليوم راح يكون ضيفنا بالاستوديو هو شيف، وقبل ما يكون شيف هو يوتيوبر زار أكثر من منطقة، اليوتيوبر خلدون مخلف من محافظة صلاح الدين، خريج سادس إعدادي ودرس إدارة قانونية، مواليد 2000 بعد صغير، موهبته هي الطهي. حلو، نشوف هواي من الشباب بدأوا يتجهون لهذا الاتجاه، بس أنا عندي تساؤل، ليش أغلب اللي نشوفهم يختصون بمجال الطهي هم رجال؟ فالطهي تخصصي، شيف شرقي، بدأ بالسوشيال ميديا سنة 2018، بدأت شهرته في عام 2020، ظهر على عدة قنوات فضائية، واليوم هو ضيف عندنا هنا بقناة الفرات، راح نتعرف عليه. زمان عادين بروبوتاج إلى خلدون؟ حياك الله خلدون. يا اهلا وسهلا. كان الروبورتاج مالتك مباشر. ها. حياك الله واهلا وسهلا. حبيبي اهلا بك. الله يخليك، احنا سعداء بوجودك من صلاح الدين، نرحب بك وتحياتنا لك ولكل اهل النبي صلاح الدين. يا اهلا وسهلا، طبعا انا سعيد جدا بلقائكم وياي، وان شاء الله اليوم اللقاء يكون ممتع ومثمر لبقيه الشباب. حياك الله. شلون كانت بدايتك؟ انت تقول اني كنت يوتيوبر قبل ما اكون شيف. نعم طبعا، هي البدايات دائما تكون صعبه. اي. بس احنا نقول 1000 ميل بخطوه واحده. صح. اول كانت البدايات مالتنا سنه 2018، تعرف بدايه السوشيال ميديا ما تظهر بسرعه. صح. على المواقع التواصل، فبقينا شوي شوي نستمر لحد ما صارت وقت الحظر. الحظر اللي صار؟ اي نعم، صار وقت الحظر وكورونا، فهاي الوقت انا استغليته جدا. اي استثمرت يعني. استثمرت، الناس كلها قاعده بالبيت. زين. اي واني بالريف ساكن، فاكيد ننقل اجواء الريف للمدينه وهاي الشيء. الناس محببه لهذا الشيء. صح. كان اول فيديو خبز على تنور الطين وشو هيك بطاطا وبصل بيه، وكانت الوالده تخبز عليه. اي فمن نشرت الفيديو ماكو 3 ايام صعد 1,000,000 مشاهده. حلو، جاب متابعه. جاب متابعين، يعني خلال شهر انا 150,000 متابع. حلو. من كنت يعني 30,000 مباشره صعد، الناس شفتها محببه لهذا الشيء، بقيت اني ناس مستمر. تحب الشيء ما شايفته. اي نعم، يعني هسه ابو المدينه من يشوفك بالريف وما شنو يحب يتابع يعرف التفاصيل وكذا. اي فمن نشرته وصعد انا هنا عاد استمكنت. يعني نقدر نقول انه بيئتك الريفيه هي كانت إيه نعم. يعني الجدحه والانطلاقه لك اكيد حتى إيه، هي الدافع الاساسي اللي كانت لهذا يعني الواصله هنا حاليا. حلو. الطبخ يراد لواحد يعني يقرا، يراد لواحد يتابع. صحيح. والاكلات الشرقيه هوايه عندنا، مو صنف واحد، اكو عراقي، اكو بلدان مجاوره. شلون بدت هذه الافكار تنضج عندك؟ طبعا هي بالبدايه كنت من الوالده اتابعها قبل الوالده. من نروح قسم داخل التسولف نخابرها على مين شلون نطبخ التمن. شوف، خلي مي شويه وخلي فد سنتيم هيك بين فوق المي. على مود شفتها ما يعجب. بقيت وياها اتابع بيها شلون تشتغل وتسوي. زيان. شوي شوي يلا استمريت عاداني بالموضوع مالتي، هم اتابع شيفات بقيه وصارت الشغله عاديه. يعني احنا من نريد نقول شيف، لازم الشيف يكون هو مستعد لاي طبخه. نعم. لاي شيء يكون يعرفه. اي صحيح. تحس بنفسك انت على قدر هذا اللقب؟ طبعا انا قلت لهم يعني يوتيوبر قبل ما اصير شيف. حلو. فانا هسه احنا حتى الشيفاتنا الكبار يعني احتراماتنا لهم يقولون احنا لحد الان نتعلم. صحيح. اي فاني يمهم تلميذ. تواصلت وياهم؟ اي تواصلت مع كثير من يمهم. حلو. قلت لهم انا احب هذا انه اني أبدأ. وكثير من يمهم دعموني بالكلام، يعني كلامهم كان كلش كافي ومؤثر بي اصلا. زين خلدون، شلون نشوف تفاعل الناس مع الفيديوهات اللي بعد هذا الفيديو؟ فيديو انه تطبخ على تنور الطين وشلون بنتشيم التنور وكذا، فاكيد اكو فيديوهات اخرى. اكيد. شلون تفاعلت الناس؟ اقل فاعليه من الاول لو زادت؟ طبعا هي اكو بعضها زادت واكو بعضها قلت، طبعا كانت حسب نوعية الفيديو. مثلا الفيديو من انشر على الريف يصعد، اذا انشر طبخه ما يصعد. واذا كان يصعد شيء قليل، يعني الناس يعني الناس الريف. تحب الطبخ قصدك؟ لا، الناس تحب الريف اكثر من الطبخ. يحبون يشوفون اجواء الريف. اي نعم، يحبون اجواء الريف. اجواء الريف. زين، زين انا اريد اسولف شوي اكثر عن الطبخ، شنو هي الطبخات اللي طبختها انت؟ كثير من يمها، كانت غربية وكانت شرقية من يمها يعني. شلون اكو اكلات خاصه بمحافظتك؟ اي نعم، يمكن غير محافظات ما يعرفوها. شنو اكيد عندنا الهبيط، علمت عليهن الناس عندنا الهبيط.
ايه الهبيط التكريتي طبعا. احنا يعني شلون احنا مو نقول ان هم اللي مسوينا، لا بالعكس يعني تمسوب المدينه التكريت صلاح الدين ايه او صلاح الدين، فهذا احنا نشتغله. هو ماخوذ مثل يعني شلون نقول من الدليميه، بس يختلف طريقته عن الدليميه. زين هذا اللي اكثر شيء يعني وضحت للناس، ديش العرب واللي نسويه بالبيت زين. يختلف عن ديش المصلحه او شغلات كثيره يعني غيرناها لهم. اكلاتها كلها دسمه هو. زين خلدون، الناس اللي انت تنشر لهم اكل هم يدخلون يسالوك هذا ايش خليت، شنو المقادير كذا؟ نعم. التفاصيل نعم طبعا انا اجاوب على كل متابعيني. هم عايزه ما تجاوب؟ لا لا انا اجاوب على الكل. هذ ذول ناسك وجمهورك، هم رصيدك. هم لو مو هم اني ما اصل، هم رصيدك وهاي فضلهم يعني انا بفضلهم انا هنا واصل. احنا نتشرف بيك حبيبي. فاكو بعض الناس طبعا هي كانت انتقادات في البدايه على مود هالموضوع هذا، كانت انتقادات ان من المكان اللي اني ساكن بي يعني عيب وما يرهم وما شنو. وبعدين من صعدت تغيرت وجهة النظر مالتهم صح. اي فاني كانوا يعني عندي مثلا شلون نقول احنا الشخص الناجح اذا ما يكون عنده اعداء فاشل. هو انت شلون تعرف روحك ناجح اذا ما يكون عندك اعداء؟ احسن. فانا اعداء القدامى اصبحوا شنو؟ معجبين. حاليا قاعد انتظر بالجدد ان شاء الله. حلوه ان شاء الله. زين خلدون، اجواء الريف حلوه، انت من اكثر اكلك اللي تقدمها بالريف، يعني قصدي بالاجواء الريفيه يعني. اي نعم. مطبخك يكون ميداني مثل ما نقول. نعم، وين ما اشيل التليفون مالتي طبعا انا ما عندي يعني لا معدات تصوير، اشيل التليفون واطلع اصور. اليوم عندنا شوي سمك تنصب تنصب كامرتك و... اي نعم اتصب الموبايل مالتي مباشره على التنور مالت الطين واقوم اشتغل هناك. حلو. مباشره اشوي السمك، واذا كان وياها خبز زين، انه خبز وتعرف تمن احمر تمن اصفر يكون وياها، هاي اجواء خلصت. حلو. زين انت اداره قانونيه مو؟ اي نعم طبعا. تحياتي جماعه الاداره القانونيه. يعني للاساتذه اكيد، يعني للاساتذه مدير القسم الرجل يعني بكلمة مالته تكفي، أصدقاء اللي موجودين معاون العميد، الرجل كلش محبب اللي بهاي الموضوع. سولف لي على دراستك، انت اليوم الدراسة تحتاج وقت ومتابعة صح. وتحتاج مراجعة وكورسات وامتحانات، وانت تطلع للناس تطبخ صح. شو وقت تنظم وقتك؟ ولا تقول لي انا موزع وقتي وكذا، سولف لي الجديات. لا اكيد. لان شوف انت قدوه هسه هواي شباب يتابعوا في الدول العربيه. احنا ما نريد نجامل، نريد نحكي الواقع حتى صحيح. الناس تتعلم منك. اكيد. طبعا هي كانت بالبدايه شلون اني اساوي بين الدراسه والكاليوتيوبر السوشيال ميديا وشلون اشتغل. انا ابيع طبعا مخضر. ايه. ها شغلك تبيع مخضر؟ انا ابيع مخضر. حلو. احنا هاي الواحد ما ينكر هاي الاشياء. لا بالعكس الشغل مو عيب حبيبي ابد. فانا ابيع مخضر. زين. بيع من يا ساعه ليا ساعه؟ اذا اروح للدوام مثلا بالسبعة ونص الصبح. زين. ارجع من الدوام بالثنتين. يعني انت معيل لعائلتك؟ موجود عندي اخويا، موجود عندي ابويا. الله بس يعني شنو؟ اعطيهم مساعده. ساعدهم. وانت ايضا تحتاج مصاريفك الخاصه. ملابس احتاج لي يعني شلون قرطاسيه ملابس. انت تستنكف من شغلك؟ لا ليش؟ ها. انا لو استنكف ما كان ذكرته اصلا. اكيد. لان هذا يزيدني فخر اني انا حلو كمن مكان وهيك اشتغل وهيك يوتيوبر. خلدون انت قدوه حبيبي يعني في دول عمرك. يمكن بعض الناس تستحي يقول لك انا اشتغل بفلان مكان وكذا. حلو انا اشوفك انت تفتخر انه هي كانت مصدر رزقه. بالعكس وهي لحد الان المصدر الرزق مالتي يعني. انا لو مو المخضر انا ما اقعد هنا صح. كان ما عندي ولا ربع بجيبي. زين شو تقول له روح شوف هاي الاكلات اللي انت مسويها؟ حلو ترتيب وكذا. سولف لي سؤال، انت مسوي حلويات؟ اسوي حلويات بس يعني مو كلش قوي بيها. انا فقط يعني بالشرق وهاي السوالف زين بيها. هنا هي كانت تقريبا اطباق غربيه نقدر نقول عليها، ويعني مو كلش نقول غربيه انه متدخل بالغربي. انت خلدون باين عليك تحب التشريب الهبيه وهاي السوالف. هاي كلها بيدي اكيد ما احب بهاي السوالف. باين عليك مبين سماهم في وجوههم. افضل. زين خلدون، اكو ناس ما تعرف هاي الاكلات اللي هي قلت الهبيط ولا هي التشريب. نعم. سهلات يعني بس سهلات. يحتاج يعني نكهات، يعني مثلا اضافه نكهه طابع اللي احنا أكيد. مرات احنا التشريب بناكله باي مطعم صحيح، بس يمكن بالبيت من تاكله تكون وضعيته تختلف طبعا صح. طبعا من يكون من ايد الوالده ميه. هذا بالطعام يختلف صح. لان النفس طيبه مشتغلته بحنيه صح. هاي كلها موجوده بيه. هي طبعا الاكل كله نفسيات. انت تطبخ على الحطب؟
بعض المرات يعني اكو فيديوهات عندي بعض المرات الاكل على الحطب يمكن لذته تختلف اكيد لان يصير بطعم دخان وهي شيء فاكيد راح يختلف عندنا طبعا هو عندنا ابسط شيء الهبيط من نطبخه على الحطب اطيب ما تطبخه على الطباخ خلدون طموحك انه شنو وين طموحي بعد سنه سنتين ان شاء الله العالميه ان شاء الله باذن الله وبيا مجال مجال اني كانسان نعم نعم كانسان طموح ويوتيوبر يعني أنا أتمنى أفتح مطعم تجد عندك متابعين باليوتيوب عندي 215 ألف متابع يا الله إن شاء الله أتمنى لك أنه يزيدون متابعيك إن شاء الله إن شاء الله زين خلدون صناعة المحتوى هم يحتاج ذائقة ذائقة أنه أنا محيط بكل الثقافات محيط بكل ما يدير بالمجتمع أكو بعض الزوايا ما مضيئة حاول أنه أشتغل عليها شلون تصنع المحتوى وشنو التوجه اللي تمشي به انت يعني شنو المعدات اللي استخدمها لا المحتوى مالتك بعدين نحكي على المعدات المحتوى اللي تقدمه للناس شنو انا اقدم حاليا طبخ وانقل اجواء فقط انه انت تقدم طبخ وتنقل اجواء لو اكو افكار يعني حاليا هذا اللي مشتغل عليها لان اني ما اريد ادخل بغير مواضيع وافكار وانا قناتي محدوده بشيء واحد زين لان انا اذا ما مسويها قناه منوعات حتى اقدر وين ما اطلع زين انت فكرت بصلاح الدين اكو مناطق ناس ما زايرتها مثلا اي نعم فكرت مثلا تروح لهذه المناطق تنقلها للمتابعين فكرت بكل شيء اسويه بس ان ما ادى احصل دعم ماكو دعم لا من جهه يعني مثلا حكوميه او غير ما هو اليوتيوبر لازم هو يعني يتكفل بهذا زين معداتك شنو اللي تستخدمها انت عندك كاميرا مثلا موبايل اوزمو رونين شنو موبايل تليفونك اي بتليفوني وهذا المايك وتشتغل لا كله بالتليفون اصور يعني وارجع بعدين يعني جو عام اها اصور منو اللي يساعدك بالتصوير انا بوحدي احط الستاند واصور اسوي الفيديو ارجع النوب اوقفه احاول بغير مكان وابدا اصور مكافح وارجع على البرامج اقص بيهن ونوبات انطب صوتي عاد يم البرنامج على مود يبدا الصوت يظهر صوت عالي وهاي الوضوح يعني عمرك 21 سنه تقريبا نعم وانت بهذا الطموح هواي عقبات ممكن تواجهك تقول انا وحدي يعني يمكن اغلبنا دا يريد يشتغل شغل وحده وخصوصا اليوتيوبر يحتاج مونتير يمكن هم تمنتج بالتليفون تمنتج كله بالتليفون يشتغل بالتليفون هي مثل ما قبل مدة انتشر صحافة التليفون مشاهدين الكرام اليوم بدأوا الشباب هم اللي يعتمدون على نفسهم هذا التليفون هو ثورة باعتبار نقدر نصور نقدر نصنع محتوى نسجل فويس ولكن المشكلة انه احنا مرات نحتاج شخص يصورنا خلدون هو اللي يصور نفسه بالستاند انا كل هنا انا اصورهن يعني ستاندي بسيط كنت اسولف على الستاند اول واحد اي سولف قوطيه مال معجون جبتها وعصا مال سيلفي بألف دينار خليتها بنص القوطيه مال المعجون وصبيتها اي وصبيتها ثبتت حتى ما تتحرك اي على مود ما يتحرك صورت بهاي كانت البدايه بعدين تطورت شريتها ب 4000 دينار الستاند شوي حسيته اكشخ بديت هسه عاد اشتريتها ب 10000 ابو الاضاءه شويه بي شوي يعني ككشخه بي هاي سالفه مالته أنا داعم لك خلدون أي شيء تحتاجه أنا شخصيا داعم لك في هذا الجانب والفرات داعمة لكم أنتم كطاقات شبابية نتأمل منكم مشاهدين الكرام الدعم أيضا لخلدون على اعتبار شو اسمها صفحتك باليوتيوب شيف خلدون للأكلات العراقية شيف خلدون للأكلات العراقية تقدرون تدخلون على اليوتيوب تعطونا متابعة حتى يزيد عدد متابعين خلدون مكافح ومن محافظة مهمة محافظة صلاح الدين أتمنى لك الموفقية يا رب سلم لي ونشوفك إن شاء الله نجم إن شاء الله شكرا لك أستاذ وبارك الله بك زين اي انا سالته وراح ارجع اسال هذا السؤال نعم. طريقه طبخ الاكلات بصلاح الدين المعد يقول يا ريت يشرح لنا شلون نطبخ هذه الطبخات حتى هنا بالجنوب الوسط بالفرات الاوساط يعرفون ابرز اكله عندكم وشلون تطبخوها تشيل المعدات وهاي كانما انت هسه جاي تطبخ طبعا عندنا احنا الشوربه اللي مشتهرين بها شوربه التشيش جزء اسمها حد شو اسمها تشيش التشيش تشيش تشيش تشي صعبة تشيش هاي 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 السؤال نطيل مصطفى على الماشي تشيش هاي تشيش 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 هي هذه هي شنو هي لازم أعرفها هذه عبارة عن برغل وجريش نخلطها نجيب لبن مال يعني بقرة يكون يعني خاثر إحنا نسميه أوروبا لبن بلدي نقدر نقول أي أوروبا أي نخليه خاثر بلدي أي نخلطه كله مع بعض
جريش جريش وبرغل وبرغل والخاثر مالتنا والخاثر اللي هو الروبة عندنا بالجنوب يسموها روبة لبن بالوسط وبالبغداد عاد نخلي له شويه ملح اذا حد شويه مالحه عود احنا هم من نطبخ نخلي لها ملح حلو نسويها كامل يعني اليوم بالليل انا سويت هذا الشيء جهزت المقادير ثاني يوم الصبح راح تخمرها اي راح القيها ناشفه تخمرها بالليل ثاني يوم الصبح تجي راح القيها ناشفه اي لان هذا اللبن راح يشربه مباشره عاد بعدين اقطعه اكوره مثلا اقراص بهذا الشكل زين اصفطه على صينيه مال تستيل او فافون حلو ايش خليه وين فوق السطح او على مكان شمس اهم شيء ما يتقرب له يعني حشرات ما حشرات المهم يكون مكان بشمس اي واغطيه يعني اغطيه بشنو مثلا بتول يكون خفيف اهم احنا نسميها الكله اهم عافيه الكله اي على مود شنو اشعه الشمس تدخل عليها تدخل عليه وما يتوصل للحشره اها يومين ثلاث ايام راح يبس زين من يبس يبقى يومين اي يبقى يومين ثلاث ايام يبقى سنه يبس. يبقى سنه ما عليه كل شيء حلو اي هاي عاد تخليه مثلا بقواني او بكياس تضمه بالثلاجه هو راح يحجر يمكن اي راح يحجر يصير قوي اي تقريبا مثل الجميد تقريبا مثل الجميد اليمني من يستخدمونه عندك اياهم يعني شلون نقول بالمنسف اليمني اللبن ايه الابيض ايه تقريبا مثله بس هاي تختلف يختلف هذا شوربه احنا هاي هي طريقه التكريت هاي طريقتنا اللي احنا نشتغل بيها حلو زين هذا هم نخلي لها حشوه كذا لو لا لا هاي مو يعني يبسناها ايه من نريد نطبخها زين انقحها هم من الليل بالمي زين ثاني يوم راح القيها منقعه كامله ومنتهيه خليها مباشره على النار خليها تفور لحد ما تسخن عنده وتصير هي فقط جريش قلنا وبرغل وبرغل وشويه ملح وخاثر او الروبه ها يعني هي كبه جريش نقدر نقول عليها تحت عنوان مو كبه جريش نعم وين الكبه وين هي مو هي راح تصير اقراص وكذا بس هاي تشيشيج تشيشيج هاي اشهر اكله عندكم لا عندنا الحامض حلو هاي الحامض حلو شنو هذا شلون نسوي حامض حلو هذا نسويه بس مولود النبي اه مولود النبي عليه هذا نسويه شلون عباره عن مجموعة من الفواكه المجففة نقدر نقول عليها مثلا عندنا المشمش المجفف عندنا الزبيب نجيبه من الانجاص اي كل هذا السوالف كين وغيره لا هذا اني ما ندخلهن نجيب اكثر شيء المواد الحمضية الحمضية مثلا الانجاص القوجة عندنا المشمش المجفف مشمش. الطرشانة عندنا الزبيب هاي الشغلات كلها الحمضيات اي فنشتغل شنو المكسرات اللي وياها مثلا الجوز واللوز هم نخلي وياها دبس زين نخلي وياها شكر ملح شويه ليمون دوزي نخلي وياها زين وبعدين عاد نضيف المي ها ونضيف وياها جريش على مود ما يشوط الجدر مالتنا ويصير بي ريحه دخان قويه جريش بكل شيء يدخل عندكم بكل شيء يدخل بعدين ظل على النار اظل اخوط به على النار لحد ما يبدي يثخن يثخن يصير شديد القوام عاد بعدين انت تريد يعني شلون ثخين او خفيف هاي انت توزع بقوالب لا لا عادي مباشرة بالكاسة في الأكياس تريد وياه تمن تاكل تريد هو اسمه حامض حلو اسمته اي حامض حلو هو مو مسقول لا هو اسمه مسقول بس مثل المرق انا ببالي مسقول اوكي يعني تصير شلون عندنا اكلة القيسي او الطرشانة بس هاي بالضبط بس هذه اختلاف بيها اختلاف اي هذه بوحد وهاي بيها اختلاف بعد شنو عندكم غريب بس هذا الاثنين ما اعرف انا ها ما تعرفين هي ما اعرف انا اكو بعد شيء سوالف كثيره لا اكله اهل تكريت يشتهرون بها هذني انطيتك اياها لان احنا بعد اكو وحده حتى والله احنا عندنا جوز اكو بعضهم يعرفون الخباز يعرفون الجنيبرة والجنيبرة يسمونها الخباز اللي هذا بعضكم يسمونه توله طبعا هنا توله عندنا بالجنوب توله آه ناخذه ونسوي فرقاعه ونحمسه وكذا عافيه هاي يسمونها هيك انتم توله لا احنا تدري انا بتسالك ارت اقول لك هم يسوي توله هناك طلعت شنو احنا موجود لان انتم بالتكريت طبيعه التكريت بها هذا اللي موجود وسبحان الله هو من رب العالمين بدون زرع اي صحيح جنيبرة جنيبرة شنو هاي هاي هم عشبه ايه؟ طبعا جدا مفيده يعني الشخص مثلا يفورها يسلقها ايه؟ يريد هم يفرقع دهن وبصل ويحمسه او يريد هي مسلوقه يخلي فوقها ملح وياكلها هاي من رب العالمين هي الجنيبره مزروعه ايه من رب العالمين تطلع حلو. هاي عندك الحمقه احنا نسميها تسمونها البربي هاي الاكلات بمقاطعك الفيديويه حكيت بيها كلها موجودات عندي حلو يعني شرحت للناس كلها شرحت للناس شلون من اروح اقطفها هم وعندنا جنيبرة شنو اللي وراها؟ جنيبرة وعندنا الخباز وعندنا الحمقة الحمقة شنو؟ يسمونها بربين انتو او بيردة او رجلة هاي البيردة هاي اللي وي الخضرة تجي
عافيه. اي هاي هم من رب العالمين. احنا من رب العالمين تطلع. إيه طبعا البويرده كل احنا نعرفها. إيه اللي يجي العرق مالتها كلش طيب حامض. اي عافيه ويصير بي مي وكذا طيب. اي هذا احنا نسويه شلون هم كاسه مال مرق. إيه هم نسوي كلش طيب هذا يعني اشياء كلها صحيه. صح احنا نقدر نقول عليها هناك يم الرغيف. يا خلدون التكريت ما شاء الله اكلات بيها ما اعرفها يعني الاولى اللي ما عرفت اسمها ولا اقدر راح الفظها والجنيبره والمسقول والهذه اللي شو يسمونها هي سميتها هاي مو كبه ايش اسمها جشج هي هاي جشج حكيتها يا الله الحمد لله والشكر مضبوطه خلدون انا اتمنى لك والله اتمنى لك انه يا ربي يزيدون متابعيك ان شاء الله وان شاء الله ما تحتاج احد يصير عندك مردودات ماليه من خلال قنواتك اللي موجوده ان شاء الله وتقدم محتوى حلو للناس اهم شيء احنا المحتوى مالتنا يكون محتوى ملتزم ما يكون بخدش لحياء الناس وهذا اهم شيء احنا نفتخر ان نشوف خلدون هواي مثل خلدون يقدمون محتوى مفيد ما بالاشياء اللي منبوذه بمجتمعنا صحيح شكرا لك شو تحب تقول رد تقول شيء رد تقول يعني نتمنى نشتغل بقنوات فضائيه نقدم برامج مال طبخ نقدم الاشياء ان شاء الله تصير ليش ما تصير لا نصير احنا قبلك الصار احسن منك لا اكيد حبيبي ان شاء الله تصير واتمنى لك نجاح شو تحب تقول للشباب طبعا الشباب نتمنى من يومهم ان السوشيال ميديا يستثمرونه بشيء صحيح عفيه حاليا بالعراق السوشيال ميديا عباره عن شيء فظيع كلش عندك التيك توك صاير شيء مو طبيعي ما يلائم بيئتنا ولا يعني مجتمعنا ماكو ما يعني ما يوالمنا خلاص وعندك اليوتيوب يخلي لك صوره مصغره دخيل الله بيها صح وبعدين الفيديوهات يعني ما له داعي لهذا الشيء استثمر وقتك بشيء صحيح هم الله يوفقك يوفق الناس تنثر العفو تنشر الثقافه مال بلدك ومحافظتك البقيه يتعلمون ورد منها. ورد حق لاهالي تكريت ان يفتخروا بك يا خلدون شكرا لك اذا المشاهدين الكرام متواصلين وياكم بقصص النجاح قصه نجاحنا من جنوب العراق الى ملوحه القاع الى ميسان العطاء نروح شوف هذه القصه ونرجع خليكم ويانا اهلا وسهلا بكم احبتي المشاهدين وهذه الاطلاله التي تاتيكم من محافظه ميسان عبر قناه الفرات اليوم سنتعرف واياكم على احد التجارب الناجحه والتي تتمثل بقيام احد العوائل الزوج والزوجه بتاسيس مشروعهم الخاص من اجل كسب عيشهم دون انتظار الوظائف الحكوميه تعالوا معنا لنتعرف على تفاصيل انشاء هذا المشروع كان شغلنا بالبيت مكان صغير كان يعني صار صعب علينا الشغل به لأن كثرة الطلبيات علينا البيجنا معروف بيج حوراء يعني البيج مالنا اسمه نعرف بالعمارة وحتى بقية المحافظات نعرف البيج مالنا إن جانت تجي ناس خطار من محافظات ثانية على مود السمك مالتنا وبعدين فكرنا إنه نكبر المشروع يعني الفكرة كانت عندنا من قبل من بداية مشروعنا أردنا نكبر المشروع وإن شاء الله كبرنا المشروع أنا أشوف يعني العمل الخاص بكل يعني بشر أحسن يعني من الوظيفة أو شيء ثاني يعني حبينا نثبت نفسنا بعملنا هذا ونشجع بقية الشباب يعني على هذا الشيء الحمد لله والشكر إحنا بداية مشروعنا كان بداية صغيرة ويعني كنا بالبيت نشتغل أنا وزوجتي فحبينا نطور المشروع لان تعرف انت وضع البلد ما يعني ما يسمح انه تعيينات وكذا فحاولنا نبدي مشروعنا احنا سوا فاشتغلنا ببيع الاسماك الطازجه اللي هي يسميها احنا بالعماره المزقوف فبدينا وصارت ان الحمد لله سمعه واسم ان بالعماره كان عندنا بيج خاص بينا اسمه يعني باسم حوراء الميسانيه لان هي زوجة اختصاص شوي السمك قلنا لازم يعني نطور مشروعنا ما نبقى يعني على نفس الحال فالحمد لله والشكر خذينا هذا المكان ويعني وبدينا سوينا بيه هاي الجلسات الحلوه وسوينا وبنفس الوقت يعني مو بس احنا اشتغلنا قدرنا نشغل يعني ويانا 50 عائله يعني هم احس هذا انجاز يعني احس انجاز الي وللعماره انه تشتغل 50 عائله من محافظه ميسان
والحمد لله والشكر ادعي من الله ان يوفقنا بهذا مشروعنا ونقدم فشيء جميل لمحافظتنا. تشتغل والبارحة يعني منشورات هواي نزلت من خلال أنا مشروع من فتحته، يعني بنات هواية جاية تنشر تفتح مالكيك يعني معامل مالكيك، يعني هواية شجعت، أكو بنات شجعت على هذا الشيء. أنا قلتها قبل يعني مرة، قلت يعني عادي المرة تشتغل ما بيها شيء، ولازم يعني زوجها إنه يساندها، أخوها يساندها، شغل مو عيب. وما مشتغلة يعني هي فد شيء، يعني مثلا بالطبخ بالكيك بأشياء ثانية مثلا ملابس شيء ما بيشي هذا الشيء. السمك مالتنا يعني شيء أكيد يختلف حسب آراء اللي يعني الناس يقولون، يعني السمك مالتش إلى نكهة خاصة، يعني طعمه طيب، الخلطة مالتها طيبة، أكيد فضل رب العالمين يعني الناس حبت هذا الشيء. شيء أكيد أنا يعني لو ما زوجي أنا ما أوصل لهذا الشيء اللي هسه أنا بيه. أنا بالبداية أريد أنوه على ملاحظة. أول شيء التعاون بين الزوج والزوجة قبل لا أتطرق الموضوع. يعني المفروض كل إنسان يكون متعاون بيته حتى يعرف يفكر، يعني يعرف شلون يعني يكون حياته. أنصح كل شاب إنه ما يتوقف. أنا أغلب الناس تعرفني يعني بديت من الصفر والحمد لله والشكر، ويعني وصلت المرحلة إنه أنا مقتنع بها الحمد لله والشكر. كنا وإياكم أحبتي المشاهدين، وهذه الجولة قصة أو تجربة النجاح لهذه العائلة والتي تمثل علامة مضيئة في المجتمع، على أمل أن يحذو الآخرين حذو هذه العائلة. شكرا لكم على حسن الإصغاء والمتابعة، على أمل أن نلتقيكم وجولة أخرى من محافظة ميسان. إلى ذلك الحين تقبلوا تحياتي، وهذه عودة إلى الزملاء في الاستوديو. شكرا جزيلا لك حبيبي، وأكيد ميسان وكل محافظاتنا بها قصص نجاح حلوة، بها هواي من الشباب الطامحين، هواي من الشباب اللي يحبون انه يصنعون فشي نفسهم. نشوف كثير من الشباب اللي بدوا يشتغلون على نفسهم وبدوا يطورون من مهاراتهم، اذا كان يوتيوبر، اذا كان عامل باحدى الاماكن. نشوف كثير من الشباب اللي تخرجوا من كلياتهم او معاهدهم ما قعدوا بالبيت، حاولوا انه يستثمرون اختصاصهم ويبدعون بمجالهم. يمكن بعضهم اختصاصه هندسي ما راح اشتغل بالهندسه، شوفه فتح كشك بتقديم الاكلات السريعه. مو شرط انه اني اتخرج ولازم انا اشتغل باختصاصي، واذا ما اجتني شركه بفلان كذا ما اشتغل ولازم ابقى بالبيت. لا، احنا خلي نكسر هذا الحاجز. يمكن اني خريج اعلام، الحمد لله لقيت فرصة واشتغلت بالإعلام، لكن اكو هواي من الشباب هم خريجين قانون ويشتغلون بالإعلام، هو خريج هندسة ويشتغل بالإعلام. فاللي أقصده انه احنا لا نظل قافلين على قضية، وهاي الشباب اللي تجيهم القفلة والله أنا ما اشتغل الا باختصاصي وانا لمن درست. لا غلط، صح درست حصل الشهادة، اوكي عندك شهادة ولازم تفتخر بيها، بس بالوقت نفسه خلي تكون عندك قضية انه أنا لازم اشتغل باي فرصه ممكن تجيني. وعلى ذكر الفرص، اخواني من الشباب ذكرتكم تخرجوا واشتغلوا، لكن اليوم فرصه حلوه انه لابد نتحدث عن الرياضات الغريبه او الرياضات اللي يمكن ما مسلط عليها الضوء. هواي يشوف انه بعض الرياضات اللي هي الرياضات الفرديه، هذه الرياضات قد تكون ما مدعومه للاسف، دعم حكومي ماكو. وهواي من الرياضات اللي عندنا ما كلها دعم حكومي. بعض الأبطال اللي التقيناهم بأكثر من برنامج واللي إجوا هنا قعدوا يمني، يقول لك هاني إذا أريد أطلع خارج العراق وشارك بإحدى البطولات لازم أنا شنو أدفع من جيبي. وهذا مشكلة، يعني فقط عندنا بالعراق، كل الرياضات الفردية ببقية الدول الرياضي أكو اتحاد يصرف عليه وأكو وزارة تصرف عليه، لأن هذا يطلع برا يرفع رأس العراق ويجيب رأس البلد اللي يطلع له ويجيب لهم ميداليات. فكيف ما ذاكرت بالعراق، اليوم عندنا مصطفى أحمد عبر الأقمار الصناعية راح ينضم لنا بحديثنا عن الرياضات الغربية. حياك الغريبة عفوا، حياك الله أحمد، وأهلا مصطفى أحمد، حياك الله. حياك الله يا طيب.
أهلا وسهلا بك. شلونك شلون الصح؟ الشرف بوجودك كابتن. احنا اليوم نريد نسولف عن بعض الرياضات الغريبة، وانت على اعتبارك رياضي بإحدى هذه الرياضات الفردية ولاعب للجمناستيك، سولف لي عن هذه رياضتك بعد ما العفو بنفسك. بس ملاحظة صغيرة، أنا تمرنت أكثر من رياضة، يعني مو مخصص. وأنا راح أجيك ستيب باي ستيب، وحدة وحدة. أوكي. أنا وحدة وحدة راح أجيك. أول شيء هو أنا أريد أسولف أولاً عن رياضة الجملة. أدري بك ملاكم، وأنا حتى خايف يعني خايف. لا، إذا تخصصنا برياضة. خلت أعرف بك وبعدين أسولف بالرياضات اللي تلعب. كابتن مصطفى أحمد علي، الملاقب مصفص جتلي، العمر 26 سنة. لاعب ومدرب فنون قتالية ورياضات أخرى. تعرف بديت مشواري ب 2013 لحد 2019، شاركت بأكثر من 20 بطولة على مستوى العراق، حصلت هواية وسمة الأول والثاني والثالث، وخير من الله الكؤوس والميداليات والشهايد. شفت بهذا الشيء مكان يعني ما أقدم لك شيء أريده، فطورت نفسي، كونت فريق عروض أول بالوطن العربي سنة 2020 الشهر العاشر تقريبا. صار لنا يعني كابتن قواك الله وعاش تيدك. اكيد احنا راح نرجع نسولف وياك بعد انه يرجع لنا الصوت، لان تعرفون اتصال عبر القمار الصناعيه. ومشاهدي الكرام، هو من الرياضات الفرديه بحاجه قلنا لها دعم، بحاجه الى انه واحد يسلط الضوء عليها، خصوصا انه الفرات ببدايه مشوارها بدعم الطاقات الشبابيه ونزلنا هواي. يعني حتى هنا هسه بالتعليقات يقول لك احنا هواي عندنا مبدعين بالبلد، انه هذول يعني هذا احد التعليقات يقول نتامل انه تبقون تواكبون وتبقون تسلطون الضوء على الرياضات الفرديه مثل الملاكمه والجمناستيك والتايكوندو وغيرها من الالعاب. ان شاء الله يعني احنا فاتحين ابوابنا، قلنا. واليوم مصطفى احمد احد الضيوف اللي نحكي وياه بعد ما الفرات دزت كادر للمنطقه اللي هو يتواجد بيها، حتى نقدر نسولف وياه، حتى نقدر ناخذ بعض التفاصيل من عنده، حتى نعرف ليش هذه الرياضات ما مدعومه، حتى نعرف الرياضه الفرديه ليش ما اكو عليها تسليط ضوء. فاكيد متواصلين وياكم مشاهدينا الكرام. نروح إلى وقفة صغيرونة، مو تروحون، نرجع إن شاء الله، خليكم معنا.
حياكم مرة أخرى مشاهدينا الكرام ببرنامج العاشرة صباحا. أكيد فقراتنا عديدة وانتقلنا وتحدثنا عن محور اللي احنا اليوم نريد نسولف به، هو محور حلقتنا الرياضات الغريبة، ومن ضمن هذه الرياضات هي الرياضات الفردية. أكو رياضات من ضمن الرياضات الغريبة أو هي مو غريبة لكن غريبة على مجتمعنا، لأن للأسف ما مسلطي عليها الضوء لأن ما مدعومة. عندنا رياضة مثلا رياضة الطاولة، عفوا المنضدة، هذه الرياضة أيضا عندنا كثير من الشباب وبأعمار صغيرة حققوا بطولات. أكو بعض الرياضات الذهنية، كثير من البلدان تقيم مهرجانات بطولات بخصوص الرياضات الذهنية، ونشوف كثير من الشباب قدموا منجز وجاءوا بميداليات. هذه أيضا إذا تحكي بها سيقول لك هذه الرياضة ما موجودة. هي موجودة لكن للأسف ما كلها دعم، هذا لا كلها دعم إعلامي ولا كلها دعم مالي ولا كلها اهتمام من قبل الوزارة أو من قبل الاتحادات العراقية. إحنا عندنا فقط رياضة واحدة، رياضة كرة القدم، وبالآونة الأخيرة شاهدنا المشاكل اللي ما عانينا عنها للأسف. أيضا نتأمل الاهتمام بجانب الرياضات الفردية. عندنا كثير من الملاكمين اللي عندهم منجز، عندنا كثير من الأبطال اللي حققوا على مستوى العراق بطولات مهمة على محافظاتهم بكمال الأجسام، عندنا بطولة تايكوندو وغيرها من بطولات الفنون القتالية بفئات عمرية مختلفة، يعني مو عمر صغير وكبير، بفئات عمرية مختلفة وبأوزان مختلفة. وشفتوا الفرات، أكثر من ضيف جبنا هنا من تحكوا يا بس شنو مشكلتكم؟ ليش ماكو دعم؟ يقول لك احنا اذا تصير بطولة لازم احنا نطلع، واحنا لازم نروح ندفع على نفسنا، واحنا اللي نحجز الفندق بنفسنا، واحنا كل هذه التفاصيل مكلفة. يعني انت اذا تطلع لدولة مجاورة فوق الالف دولار كرنج، يعني نقدر نقول اقل شيء، كيف ما اذا رحت الى بلد بعيد يعني وتريد تشارك ببطولة، فهذه مشكلة. نتأمل من المسؤولين والقائمين على الجانب الرياضي دعم الرياضيين خصوصا بهذا الجانب. السباحة تعتبر رياضة فردية، السباحة كثير من السباحين المهرة العراقيين وبعدهم بأعمار صغيرة قدموا منجز بأعمار صغيرة ومبدعين، دول شو وقت نهتم بيهم؟ ما نعرف. من يكبر عمره يعبر 30 سنة. فإحنا ما زلنا بمحور حلقتنا عن الرياضات الغريبة بالنسبة للناس اللي ما مدعومة، ونرجع إلى مصطفى أحمد إذا موجود ويانا بعد ما أصلحنا أو أصلحوا الشباب هناك الخلل بالصوت. مصطفى أحمد حياك الله مرة ثانية. مصطفى يا طيب، أهلا وسهلا بك. حياك مصطفى. هسه شنو انت ملاكم لو جملاستيك لو تايكوندو لو شنو؟ سولف لي. انا ببدايه 2013 لعبت الفنون القتاليه عامه، شاركت بهواي بطولات، كان فو ام ام اي، كوكشينغاي، موي تاي، كيك بوكسينج الى اخره. زين، حصلت هواي اوسمه الاول والثاني والثالث، وحصلت على كثير من الجوائز. لكن بتعرف الرياضات الفرديه ما بها اي دعم لا مادي ولا معنوي، فحبيت ابتكر شيء جديد اللي هو فريق عروض رياضيه الاول بالوطن العربي. هذا الفريق متكون من اطفال من عمر تقريبا 6 سنوات لحد 12 سنه. نقدم عروض رياضيه مختلفه من رياضات مختلفه، الجملاستيك، المرونه، القوه، السيرك، الورك اوت، القوه الى اخره. مصطفى بس تعال تعال يم شويه سولف لذول الحلوين اللي قاعدين يمك. شنو ذول مشجعين؟ لا هذول فريقي. حلو، سولف لي سولف لك، استرسل على راحتك سولف. اي هذول فريقي، فللعلم عندي بعد تقريبا 4 لكن تعرف مدارس ما قدروا يجون. زين، اللي خلاني شلون اتعامل ويا هذا الشيء الصغير، اللاعب الصغير اللي هو ابني بديت تمرينه عمره 4 أشهر، يعني يعتبر أصغر طفل بالشرق الأوسط يتمرن، يعني هو بالقماط ويتمرن. حلو. لحد ما هسه تقريبا عمره 3 سنوات و4 أشهر 3، يعني محترف. أي فقدمنا قلت لك أكثر من 125 عرض في جميع مناطق بغداد ومحافظات العراق. أطلقنا على هذا اسم الفريق، فريق عروض الرياضية الأول بالوطن العربي. نقدم العروض مهرجانات، كرنفالات، احتفالات، اي احتفال رياضي حتى لو احتفال ثقافي احنا وجودنا مهم، يعطي شيء مميز.
مصطفى انا خاف اقاطعك وخاف يجيني بوكس عبر الشاشه لا 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 زين مصطفى شنو فائده انه بعض الشباب يتجهون الى الرياضات الفرديه مثل الجمناستيك وبعض الرياضات اللي تذكرتها شنو الفائده من العروض الرياضيه لو الفنون القتاليه هي جمناستيك الفنون الاستعراضيه الفنون القتاليه شنو الفائده للفرد اللي يمارسها الشيء اساسي الرياضه هي مثل ما نقول شيء روتين يومي يعني تعتبرها مثل الاكل مثل الشرب المهم اي شيء شيء اساسي بحيث تكون روتين يومي احسن ما تروح تضيع وقتك بغير مكان انت هسه حتستفاد لياقه وقوه بدنيه بالاضافه الى بطولات وجوائز وصحه الصحه اللي اهم شيء وثقه بالنفس زين مصطفى احمد شنو البطولات اللي محصل عليها شنو الرياضات اللي ختمها الفنون القتاليه اللي ختمها وشنو اللي جاي تعلمها سلين تعرف احنا بالحياه ما زلنا نتعلم باي اختصاص شنو اللي جاي تتعلمه عندي اكاديميه مصغره الحمد لله والشكر اصبحت ممارسه لو بديت تعطي فنون للاخرين او تعلم الاخرين علي انا عندي اكاديميه مصغره اصغر اكاديميه بالعالم اللي هي طولها 6 متر وعرضها 4 متر ارتفاعها مترين ونص تقريبا يعني هي مال واحد مستثمر انا اشتغل يمه زين باجور يعني يوميا لكن الحمد لله والشكر خرجت تقريبا بال 600 لاعب ما شاء الله 600 صار لنا تقريبا سنه ونص زين سويت بها بطولات ويعني شاركت بها بطولات على العراق بالاضافه الى الشخصي اللي هي البطولات اللي شاركتها قلت لك اكثر من 20 بطوله حلو طموحك شنو مصطفى؟ شلون؟ طموحك طموحي اوصل للقمة ان شاء الله توصل للقمة واذا اوصل للقمة اوصل بعد فوق القمة شوف احنا بالسهولة نوصل للقمة لكن بالصعوبة نحافظ على وصولنا شنو اللي ملاحظة بسيطة اللي يحفر اساس قوي مهما كانت القمة عالية يبقى قوي حلو عاشت ايدك زين اقرب فن من هذه الفنون لنفسك تحس نفسك به شنو اكثر شيء هسه العروض الرياضيه اللي تعتبر ما كانه منافس وماكو الا متحدي لان فريق عروض رياضيه مثل ما اشوف صغير اصغار اعمارهم صغيره لكن ادائهم وفعلهم اكبر من عمرهم شوف انت تقول انا عندي اكاديميه وهذه الاكاديميه خرجت اكثر من 600 لاعب متدرب احنا نحتاج بعض اللوجستيات نحتاج بعض اصغر طفل يتمرن عندي بالاكاديميه مو بيتي اللي هو ابني لا بالاكاديميه عمره 3 سنوات ونص يعني حتى يجي بالملاحيه مالته مصطفى شنو اللي تحتاجه انت بالاكاديميه شنو اللوجستيات اللي تحتاجها حتى تنجز او تقدر تبني شخص متكامل بالفنون القتاليه والله انا امنيتي طموح اكثر بحيث اكون الاكاديميه اكبرها وش تحتاج بيها اذا تكبر؟ اكيد تحتاج بيها لوجستيات تفاصيل. شلون؟ مصطفى خلينا نعبر هذا السؤال مبين صعب. السؤال الاخر هذا علي جائزه اذا تجاوبني. صوتك مو كلش واضح. خلي يعالجونا مشكله الصوت. اي هسه اسمع. ها زين سمعتني يا الله. أي. مصطفى جاي يقول انه اللوجستيات اللي تحتاجها بالمكان أي. اللي انت تقيم به التدريبات. صدقني انا لو عندي امكانيه ابدع اكون اشوف قلت لك التصور بس المكان اللي يتمرن به الاستقبال مال بيتكم اكبر من عنده بس هاي الصوره لا انا الاستقبال مال بيتنا صغير ترى لا ليش ايش قاعد تكبر زين مصطفى ماكو دعم للرياضات الفرديه وين السبب؟ ملاحظه انا 3 مرات التقيت بالوزير التقيت بالوزير فريق العروض الرياضية مو الجهد الشخصي لأن الجهد الشخصي قلت لأن هواي أبطال ماكو أي دعم لهم فقلت خلي أشوف هذا فريق عروض رياضية يعني مثل ما تتذكر قبل فترة بطولة غرب آسيا أعتقد اللي صارت بالمدينة ملعب المدينة زين المفروض إحنا أول الناس موجودين بها نفتتح هذا الشيء زين لكن إحنا تعرف هم ما يريدون واحد من مثل من داخلهم يعني يريدون واحد من داخل وما يريدون واحد من الخارج. يعني قصدك الصورة. قصدك ما يجيبون مصطفى احمد، ما يجيبون غيره. مصطفى احمد ورحت لهم والله والله رحت لهم. رحت حتى للدكتور اللي هو اللي مؤسس النشاطات الرياضية غيره وغيره وغيره.
احنا بالعراق ملاحظه بسيطه ايه؟ احنا بالعراق اللي يريد يشتغل ويوصل ما يعتمد على اي شخص. حلو. هو يبني نفسه بنفسه. زين مصطفى، شلون تتعامل مع الاطفال؟ قلت لك اعتبرهم مثل ولدي. هسه هذول شايفهم تعتبرهم هذا شيء بينك وبين نفسك، لكن الطفل يكون عظمه رقيق، يكون عضلته رقيقه، يحتاج الى التمرين، يحتاج الى جهد يبذل من عندك حتى تحافظ عليه من الاصابه. شلون تتعامل وياه؟ مو قلت لك انا عندي خبره بسبب ابني اللي هو مرنته عمره 4 اشهر وهو بالقماط. يعني من انطي الحركه داين متن، انت تعالجه داين متن؟ اكيد اكيد. حلو سالف. اي فيعني احنا نحب نتطور اكثر واكثر، يعني حتى عندي تواصل ويا باقي المدربين اللي هو الاجانب. زين نبحث على شغل جديد، ادز لهم فيديوهات، يدزوا لي فيديوهات صور، والحمد لله والشكر. اهم يعني قلت لك ماكو اي منافس. مصطفى، هذه المواضيع تحتاج خصوصا التعامل مع الاطفال تحتاج الى خبرات، وتحتاج الى انه احنا نتعاون مع بقيه المدربين. انفتاحك على المدربين بخصوص المجالات او الفنون القتاليه انت تقدمها، اكو انفتاح، اكو لقاءات، اعتقد اكو تطوير، اضافه حركات كذا، فعاليات. يدرب هيك عمر شلون؟ ماكو مدرب مثلي او غير مدرب يتفاهم ويا اللاعب، لان بحيث انا انزل حتى على مستوى ادنى من مستوى. حلو. بحيث اوصل له الفكره، اوصل له المعلومه واشجعه. التشجيع مستمر. حلو. حلو مصطفى. زين، شنو اللي تحب تضيفه من خلال الفرات، تحب تسولف بيه او تحب توجهه؟ انا اشكركم جزيل الشكر، اول مره اجيت ببرنامج شبابكم اللي هو كنت اشتغل عمال بالسنك وعمال همينا وبطل فنون قتاليه، والحال كل شيء ما تغير، اللي هو اي دعم لا مادي ولا معنوي، لكن انا اشتغلت على نفسي، كونت نفسي، كونت فريق، وقدرت اوصل بيه للعالم، ما اقول لك العالمية، اللي هو على مستوى مصطفى. العراق، وان شاء الله انا امنيتي اشارك بعرب جوت تالنت ونجيب بها مستوى. مصطفى بس احنا ماكو اي واحد يدعمنا. دائما عندنا النجوم هم نهضوا من الركام، ركام الحياه ومن المسؤوليات، ونشوف جراح اللي حقق ميداليات هو يبيع مخدر، واليوم انت تقول انا اشتغل عماله وعماله وبنفس الوقت اتمرن. احكي لنا عن الصعوبات اللي تواجهها بحياتك، شنو المصاعب اللي تواجهها؟ يومك شلون تقضي؟ عيشتك شنو؟ وضعك شنو؟ شلون مرتب هاي الامور؟ الادوات اللي نتمرن بيها يعني شغلات بسيطه، تاير، خشب، حديد، احبال، كراسي الى اخره. اما وضع اللي عايش بيه هسه جاي احاول اريد انشر الرياضه بصوره عامه، الفنون القتاليه او العروض الرياضيه، بحيث اخلي كل المجتمع او خاصه الفئه الصغيره الناشئين والاشبال يستفادون من الرياضه. هسه جاي اشتغل على المدارس والروضات، لكن بعضها ماكو يعني دعم، يعني ما يستجيبون لنا، فانا احاول واحد واحد ما اشتغل على الثاني يشتغل وياه، يعني نكون شوي شوي ان شاء الله تصير. وانت بطل، واني كل شخص صير. ينهض من هذا الركام اشجعه. وانت بطل وقلتها انه اذا واحد يريد يصير لازم هو يشتغل على نفسه طبعا. وبحديثنا عن الشغل لك المساحة انه شوفنا بعض الحركات، ويا ريت انت والحلوين اللي بصفك تسوينا هذه الحركات اللي انتم متعلميها الاستعراضية، وتشرح لنا عن كل حركة انت تقدمها، فالكم الجو مشاهدين. خليك ويانا يلا شباب تهيا. لا تعطونا شويه موسيقى كنترول. خليها من هذا. جاهزين؟ طبعا مشاهدينا الكرام راح نشاهد مصطفى مع فريقه اللي وياه الشباب الاطفال الحلوين، راح يقدموا لنا عروض. وات سبورتس تيم الاول بالوطن العربي. خليكم ويانا. شوف. يلا قوي. كارتويل. اها. فتح. فتح طخ الكعب الراس جيد، تقويس نايس، نهوض للأعلى جيد، تقويس ورجوع للخلف واو، ماكاكو
يلا شباب افريز. وين عمار؟ ما شاء الله. يلا بذنوه يوسف انت الفتحك عمار. يلا تعال افتح ايدك ابو انزل. يلا يونس و ارجع رقيه. عطار وجه خليه يصير على الكاميرا من تفتر. خلي يربط على كيفك بطل. شيل وحش. يلا لا تروح بعيدك امني امك. اي واو جيد. فهي إذا رجلك عدل جيد. يلا باك هاند استمراريا. بطل فريز عالي طقيها بس هاي أوبا. عاد يلا قلب اللي ورا بعد. يلا اللي ورا ارباك سماعة. ايدك على السماعة بخرة السماعة ولك سماعة. يلا انزل شباب عشت ايدك خوش السماعة شلاحة. يلا اللي ورا يوسف يونس. راح الصوت. ايه اقوى يا بذنون. وحش تفريز ارضي ابو تقويس. جيد تفريز ارضي ابو تقويس ابو الكوبرا. يلا ابو هذه رقية تصعد. لا تقويس خارج ليه مش حتى تقوس علي. تعالي جاي اوقف اوقف اوقف. يلا تعال بعد مدرس. يلا رقية شوف قوسك. يلا خلص عدل نفسك رفع رجل ابو ذنون. عدل نفسك شوي ابو ذنون رفع رجل. يلا شباب انزل. يلا عمار بدا. حلو واو. راشدنا
مصطفى اذا تسمعني. مصطفى احمد اسمعك واضح. مصطفى اريد المفاجاه لان احنا تعرف ضيق الوقت وعندنا كثير من التفاصيل بالبرنامج. تريد الختاميه؟ الفقره اللي انت تقول راح افاجئكم بها. عاش تديكم شغل حلو. تحيه لك وتحيه لشبابك الحلوين. يلا حنشتغل على الختاميه. صعد لي اياها. هاي بكل ختاميه تسمعني؟ ايه اصعدي. بكل ختاميه نبني لنا مثل الهرم او شيء مختلف عالي حلو ونرفع به رايه الله اكبر. ان شاء الله دوم مرفوعه. اي اكيد دائما مرفوعه بس احنا نرفعها بشيء مختلف وشيء جديد. لا اوكي صعدت. صعدها شوفها صعدت. رفع العلم. خليك ويانا احمد. مصطفى خليك بالجو. خليك او انا بالجو وطاير. عدل نفسك اول. ان شاء الله دوم علم العراق مرفوع بايادي هذا الجيل. عدل نفسك عمار يونس. حلو يلا عدل نفسك. صيح شباب. عاشت ايدك مصطفى احمد. عاشت ايدك يا بطل. نزلت وتحيه لك وللشباب الحلوين اللي وياك المبدعين والهاي البنوته الحلوه. يا رب ان شاء الله دائما علم العراق مرفوع بايادي هذا الجيل وبايادي مبدعين العراق. انا اشكرك مصطفى واتمنى لك ان شاء الله يا رب المزيد من النجاحات ونشوفك نجم عالمي ان شاء الله. لك بدقائق اخيره كلمه اذا تحب توجه عبر شاشه الفرات. اكيد احنا نوجه كلمه من خلال برنامجكم وقناتكم الموقره دائما داعمه للموهوبين وكل الفئات العمريه وكل الشخصيات. هسه شفتوا عرضنا؟ ما اعتقد اكو منافس او ما اعتقد اكو بالوطن العربي مو بس العراق اكو عروض رياضيه لكن كل رياضه مختصه برياضتها. احنا هسه شيء مختلف وشيء متكون عن شيء. شكرا. نوجه من يومكم احنا نريد ندخل ضمن كادر وزاره الشباب يعني باي فعاليه باهي احنا موجودين. احنا طرحنا عليهم الفكره لكن ما استقبلوها. احنا نشتغل دعمونا او ما دعمونا احنا نبقى نشتغل. شكرا لك مصطفى. نتامل من وزاره الشباب والرياضه التفاته لمصطفى وجروب مصطفى دول المبدعين. اذا مشاهدينا الكرام شاهدنا هذه الفقره الحلوه وعلى الهواء تيم دول الوطن العربي. شكرا شكرا. اذا مشاهدينا الكرام الان ننتقل الى فقره اخرى ببرنامجنا وهي فقره تعيشها مع الزميل حسين مدوح. شوف هذه الفقره وخليكم ويانا. رجعنا لكم من جديد بمكان جديد وقصة جديدة من فقرة عيشة. اليوم راح نعيشها بمكان لبيع الخضار تحديدا في بغداد لبيع جميع أنواع الفواكه والخضروات. يتميز هذا المكان بترتيبه بنظافته بتعامله الطيب مع الزبائن كعمال بشكل عام. معروفين هنا بالكرادة. نشوف هذه المهنة البسيطة اللي هي تعيل كثير من شبابنا لهذا اليوم راح نعيشها ونكون واحد وأكون واحد وياهم ونحاول نشوف شنو مهامهم حتى نعيش خلال هذه الدقائق وياهم بفقرة عيشة. خليكم ويانا. السلام عليكم. عليكم السلام. شلونك حبيبي؟ حبيبي الله يخليك. انت احد العمال بهذا المكان؟ الله احد العمال اللي يشتغل هنا. جيد. انت يعني اوقات دوامك هنا من يا ساعه يا ساعه؟ والله نداوم الساعه 7 الصبح الساعه 11 الساعه 10 الليل وعندنا شفت ثاني. كم عامل موجود بهذا المكان هسه؟ تقريبا توازين 12 عامل. 12 عامل شنو مهامهم؟ لان احنا فقره عيشها حتى نعيش هذا المهام وهاي القصه بدي نشوف شنو مهامهم حتى نسوي مهامهم. يعني احنا نرتب تصفيط هاي تنزيل زرع توجيه هاي البسطيات نبدا نوجهها الصبح حتى الزبون ياخذ راحته. جيد. اي فنبدا بها نكمل توجيه نغسل قاعنا وننظف هذا شغلنا. ترتيب. يعني شنو اللي يميز هذا المكان عن بقية؟ انا شفته يعني مكان نظيف ومرتب، شنو اللي يميزه بعد من غير العلوات البقية من غير المحلات الخضار؟ شغلنا دائما يكون نظيف.
و24 ساعة نغسل مرتب نرتب نحب نرتب نحب نسوي توجيهات حلوة نوجه بالفواكه والخضار كلها نوجهها. أهم شيء أنه اليوم الزبون من يجي أنه أنت كعامل خلال هذه المهنة أنه تقدم له الحشائة الطيبة. أهلا وسهلا بك كذا، هاي مشتغلين على هذا الموضوع؟ طبعا طبعا أكيد موجودة هذا، وفطر على العمال كل الكادر كل هذا موجود. هاي الأسلوب الحلوة والطيبة موجودة عندنا. احنا اللي يميز بهذه مهنتنا أنه الكثير من المحافظات يجون يشتغلون في هذه الأماكن. من كل المحافظات موجودة، أنا من الحلة ويانا من الناصرية ويانا من ديالة ويانا من كل المحافظات. أنت شو اسمك؟ أنا حسين. حسين، اليوم أنا اريد أصير عامل حالي حالكم حبيبي. فأنت راح تقول لي المهام مالتي شنو اللي ممكن أسوي؟ يعني مهمتي دليفري توصيل، بس بعض الأوقات ما عندي شغل أشتغل وياهم على البسطيات. شو سوي؟ أوجه بسطيات أصفط أرتب وياهم نجيب زرع ننزل نوجه نعدل القطع، نهاية شغلنا احنا. انا اذا راح اصير على الكاشير، شنو رايك؟ راح اصير على الكاشير واوزن الخضروات عادي عادي. تمام، ساعه ساعدني بهذا الموضوع ان شاء الله. يلا يلا خليكم يلا. هسا احنا ننتظر زبون انه يتسوق ويجي. تمام، بس ما اعتقد راح يجي علي، ما حبال انا من ضمن الستاف، بس ان شاء الله باعتبار احنا واقفين يم الميزان ان شاء الله فاكيد يجي ونحاول. هذا هسا مثلا تحافظين كل الاسعار، اسعار التفاح اسعار اليوم مش قد سعر التفاح مثلا؟ تفاح 1500 واكو ب 1000 اكو نوعيات هي. اي نوعيات. شلونك حبيبي؟ شلون صحة؟ خليني هنا اول شيء. اول واحد هذا تفاح ايش قد رايد؟ كيلو. كيلو هذا كيلو الا بعد جيب تفاحه خلي له ويا هذا نفس السعر عادي ماكو مشكله. نفس السعر ويا هذا خلي رايد كيلو. وين انت؟ كيلو وين؟ خلي هذا هيك يس. هاي كيلو وين؟ كيلو وين حسابك؟ 120. ها ايش قد حسابك؟ 3000. اي 3000. 3000 يلا. هاي ايش قد؟ 3000. خير من الله خير. لا لا خير. تفضل. بالعافيه حبيبي. بالعافيه. بس هاي وين وديها للدخل؟ هاي الدخل هنا. هاي الدخل وينها؟ هاي الدخل جيد. زين يعني يجي زبون يخلي هذا وتحاسب الاسعار؟ لا اسعار موجوده حافظيها ونطي السعر اللي موجود. جيد. هناك خضره ايضا؟ خضره موجوده. اي موجوده خضره. تجي يعني مزارع هنا ببغداد؟ خارج بغداد من كربلاء تجينا خضره. اي فاحنا هنا نبيعها ونوجهها. اي شو رايك من هون اشتغلت بال خوش اشتغل يعني؟ لا لا عاشت ايده كلش يعني. اذا اجيكم ما شاء الله عليك. خوش خوش اوزن. شكرا لك حسين وشكرا لرافقتنا هاي القصه. وصح هي متعبه بس ممتعه وتشوف وين الناس. هي صح هي تعب بس لكن تواجدنا هنا ويا الناس والزبان تنسى الوقت كله. اي الضحكه والسالفه تنسى الوقت كله. احنا صح وقتنا هوايه دوامنا هوايه بس اصحاب المال كلهم زينين الحمد لله والشكر متعاونين ويا الناس وناس طيبه ان شاء الله. ان شاء الله يا ربي يقسم لكم الرزق الحلال. شكرا لان عايشتونا هاي التجربه وبعنا ب 3000 ان شاء الله خير من الله ان شاء الله يعني زينه 3000. شكرا لك 3000. شكرا لك حبيبي كل ممنون ممنون. شفتوا هذه المهنه ايش قد بسيطه لكن متعبه وجميله جدا. اليوم من انت تتواصل ويا الناس ويا الزبائن يجوك وانت بتتلقاهم بكلمه طيبه. عشنا اليوم ويا بائع الخضار وشفنا شفنا التحدي اللي يقوم به من خلال بيعه للزبائن. اكيد نلتقي وياكم بفقره عيشها بقصص اخرى ومهن اخرى. هذه عوده الى الاستوديو. باي باي. شكرا جزيلا الزميل حسين مدوحي. وشاهدنا هذه الفقرة فقرة عيشة إن حسين يتواجد مع أصحاب البسطات مع أصحاب المهن ويتعايش وياهم. واليوم كان يوم أبو المخضر ما أدري راح يجيب لنا مسواق ولا ما أعرف بعد. فمشاهدينا الكرام خلينا نروح للفاصل القصير حتى خابر حسين أشوفه شو اشترانا. خليكم ويانا وراجعين إن شاء الله.
حياكم الله مرة أخرى مشاهدينا الكرام، عدنا من بعد هذا الفاصل القصير، أكيد متواصلين وياكم بفقراتنا، وما زالت الفرات داعمة لكل الطاقات الشبابية وبابها مفتوح، جميع البيبان مفتوحة. خابر تحسين جايب لي بس تفاح أخضر، يريدنا ننزل وزن، هو وين الوزن؟ نرحب بضيفنا الشاعر احمد حسين، حياك الله احمد واهلا وسهلا بك، وبوسات من بغداد للكوت. طول عمرك الله يخليك. بدايه الشاعر يمكن اول بداياته يحاول يكتب دارمي، يحاول يقلل الشاعر، يحاول يكتب على فد وزن معين لقصيده شاعر معين، شلون كانت بداياتك؟ تختلف لو نفس هذه البدايات؟ لا نفس هذه البدايات، مثل ما تفضلت بداية 2010 نعم. بدأت الكتابات 2016 صارت منصة 18 انتميت لجمعية اتحاد شعراء شعبيين في واسط. حلو، الحمد لله والشكر شاركت عديد من المهرجانات ما شاء الله. ايه حلو، توفيق للجميع. فكانت بداياتك بال 2010 الحمد لله. الحمد لله والشكر. من اللي وقف ويا احمد ببداياته؟ والله كله ما قصر، ها ما كل تقصير من يعني ناحية شعراء الكوت. ايه الحمد لله والشكر كلهم وقفوا وياك. الحمد لله والشكر. الحمد لله والشكر. أنا دائما جلساتي مع الشعراء ما أحكي عن هذه التفاصيل، بس حكيت وياك حتى نسترسل حتى تقرأ الوجدان اللي محضرة. أهواية ناس تغيرت بوجوه ناس، لو ثقل جيبة تحس غير الحال. الله صير ايه. عكس الناس تتواضع ايه. تصير ايه. من تصاحب لا تدور عند مال، مرة شلت صويح بالمربيه عوز بيدي وكلته ونكرنوا بيعال. للأسف بس عجبك حيل شور باليخون. اي والله عند شارة جيس حتى بالخيال. أوه. الموج قد حشايته ليطب مضيف. اي والله الماي حي الضيف ما تريد الدلال. الله. تعدم المسجون من الشوفة خيط شنا يتراوال بالرقبة الحبال. اي والله يلقلت غصة عشق ينهيها موت. شو وصلت الموت ما داير لبال، الشامتين قطلة وتهومش عليك، درت وجهك ليش من قتلك تعال. انت يلا رايدني بالغسمة ونصيب، شو عفتنا ورايح تدور جمال، ليش تنغر بالنجم كلش جميل، الكشخة تخرب لو طلع بالنص هلال. الله بدل عمرك حبيبي. الله صور حلوة حبيبي مبدع بدل عمرك. وانا عطشان اسمع شعر اسمعك بعد. شلت خشمك علي شيلت اخو المكتول، وضميتك مثل خرزة بحلك ساحر، وانا قلت لك قليب وما يصح للبيع، مثل سلعة بعت كل ساعة يم تاجر، يناحت لك بوسط الروح لك تمثال، يحافر لقبر بكل شبر حافر، الله. شفت منك وجيت تعاتب على فراق، عمر خلصت مثل الطير المهاجر، وانا ردتك تجي على اقل مرن بطيف، اشو لا بالحلم لا بالصدق عابر، ليلك مو مثل ليل اختلاف هواي، أنا ليل اليمر كل ليلة العاشر. الله الجرح ما يشفى إلا يمر عزيز عليه. أوف. بس داوي الجرح وبراحتك سافر، طيب قلبه بس شبيها هاي الناس، لا كاسر قلب لا كاسر بخاطر. حلو لعاب الطفل ما شيل هانا وياي، خاف أعبر سلف وكسر قلب عاجل. الله لعاب الطفل ما شيل هانا وياي، خاف أعبر سلف وكسر قلب عاجر، يا واقف لك مثل عكاسة العميان. اويلي واقف لصدق سكينة بالخاص. الله بدل عمرك عاشتيدك بدل عمرك عاشتيدك احمد. شوف دائما تصير عندنا مسابقات شعرية بمحافظاتنا العزيزة، تصير مهرجانات، وانت تقول انا شاركت باكثر من مهرجان، شاركت بمسابقات شعرية؟ لا ما سبق ما شاركت. لا ما شاركت. انت ما شارك لو هي ما يعني ما صارت الفرصه انه تشارك؟ لا انا ما شاركت. ها شنو السبب؟ المسابقات تظلم، اكو بيها مسابقات تظلم، اكو طاقات تظلم شعراء. شعراء بسبب لجان التحكيم مثلا؟ فعلا صحيح. اي لذلك انا مبتعد من المسابقات اصلا نهائيا، ولا اريد اشارك اي مسابقه. حلو. اغلب الشعراء يقرون بالمهرجانات باجور، انت تقرا باجور لو تروح متطوع؟ لا تجيني دعوه من الموصل، من البصره، من اربيل، متطوع. متطوع فعلا صحيح. عاشتيدك. احنا الوقت ما عندنا، وانا ما اريد اظلمك باللقاء لان الحكي هواي، بس القصائد مو كل ساعه نسمعها، وانا قلت لك والجمهور يمكن عطشان يسمع الشعر، فايش عندك؟ اسمعك احساس. اكو واحد قال له احبك وانا راسا صدقيته، اي واكو واحد قلت له احبك درت وجهه وما لقيت، فالك الجواب.
اسمعك احساس يقول انا اللي قررت اعيش وياك للموت، بس للاسف ما جمعتنا الايام. يا اللي بنص بالي باني لك حلم شوق، غفله وكان تفارقنا بلا وهام. عمي عيوني من قد ما اتانيك، يا اللي مناطرك من اول العام. من قد ما احسك عايش وياي، شكو بلبه قليبك اعرف ايش ضام. لهسه حضنه اشتافك بالهدوم، تخيل كل عطر غيرك فلا شام. انا اصفن عصورك من يجي الليل، ورمش عين اللي رسمك موش الاقلام. جنت يومي اشوفك وين ما اروح، وقت خلاني اشوفك بس بالاحلام. دروا بينا انت واعد من يجي الليل، الشماتة على الدرب كان طشره وجام. اش كثر رادوا نطيح وما اهتزيت، انا الشايل وفى بشارة امام. الله بدول عمرك. الله بعد اسمعك قصة. ايه احد الشهداء، شهداء لهم حصة بكل ارشيف الشعراء. اكيد فعلا كاتب للشهداء. يعني نشوف احنا ماكو شاعر يجينا هنا بالفرات حتى من الموهوبين، وانت ما شاء الله ان شاء الله نجم، واتمنى لك النجاحات. يجي هنا يقرا للشهداء لهم الحصة. احنا بلد الشهداء، ما زلنا نقدم الشهداء، فللشهداء الحق. قصة قصيدة اقول يد عمره 10 سنوات، ابوه استشهد معركة الموصل احداث داعش. في يوم من الايام صادفت باكر عيد، فقال لي الوالد قال لي امي راح اروح للنجف. قالت لي امي تروح للنجف الدنيا المغرب، ثاني شيء ازدحام وقت عيد، اخاف ان عليك خليها ورا العيد صغير. قال لها راح اروح ان يمعلوا مناك اروح. يمه ما تدرين اللي بقلب وش جرى، ادري وقت العيد يصير ازدحام، حاله حال الوادي ما نلزم سرى. ما تخوف المقبره الفاقد عزيز، اي والله قمر عنده بعينه تحلى المقبره. الله. يخاطب الدفان يقول له فدوه يا الدفان، طلع ايد ابوي انا كل عيد اللي يمرني مسالمه، قلت شي جيبه بعيد بنص تراب، خاف ما امر الا حسن ظالمه. وانت حقك، وانت حقك ما مفارق لك عزيز، تدرب فراق الابو ما يظل صبر. يلا قوم وياي وامشي القبر ابوي، رايدك وياي تحفر للقبر. فاس ما اريد ان تحفر اثنين ايديك، خاف من الضربه صدره لينكسر. ما تنشز ريحه الميت شهيد، منين ما تحفر القبر يطلع عطر. الله بدل عمرك. الله يوفقك يا حبيبي، بدل قلبك حبيبي. انت هم تكتب الدارمي الأبوذية، تكتب شنو بعد تكتب له؟ فقط القصيدة، قصيدة والدارمي والأبوذية. حلو. أسمعك دارمي. أعمى وقمت ما أشوف كل مرض بيه، خلف الله عشم مات الدل بيه. الله. ضقت التعب وياك والعشرة مرة، قمت النفس بجفاك بالقوة جرة. الله أبوذية. هلا يا المجبل على الروح، يا هل عطرك بيا قام يفوح. يا هل بحضنها وشفت من بعيد، يا هل نشخت وصرخ ملك الموت بيا. هلا يا الوالفاك القلب والفيت، انخطف لوني علي من قبلت. الله والفيت والفيت اريد اعبر على الشمات، والفت نظرهم من تخليدك بدي. الله صح. تحياتنا لك عفوا احمد حسين، اتمنى لك يا رب الموفقيه، شهاده ان شاء الله النجاح. واحنا عندنا دقيقتين، اذا دقيقتين بكيفك نلعب بيها، وانتو تريد تقرا لك فشي تختم بيه انا بخدمتك. شحت شوفتك يا المنصدق خايب، علي الما تمر حتى بحلم خايب. وانا قلت لك اسمع، حط سكاكينه بقفاي وما حكيت. درت وجهه وما قلت كلمه عتاب، سنين ينزف قلبه ما مر اشتكيت، وقوة خيط الجرح بالقوة طاب. الله. الميت بأول أيام يظل عزيز، من تخلص أيامه يحلم بالثواب. الله بدول عمرك. شكرا لك. شو تحب بهذا الدقيقتين؟ هسه احنا خلصنا نص الدقيقة، شو تحب توجع عبر شاشات الفرات وشو تقول لي برنامج بالعاشرة؟ والله لي شرف أكون هذه ضيف هذه الحلقة، وأتمنى التوفيق والتألق لقناتكم الدائمة السباقة. شعراء اللي بعمرك شو تقول لهم؟ والله على مسيرتهم أتمنى كل التوفيق إن شاء الله حبيبي. لأن الطريق صعب. صحيح؟ فعلا صح. الطريق صعب بس أكو ناس توقف. إيه فعلا صحيح. وإن شاء الله دائما نشوفك متألق. أنا أشكرك جزيل الشكر. إذن
دائما داعمين لمبدعينا ودائما داعمين لنجومنا اللي نشوفهم بالاستوديو. فاحمد حسين من مبدعي الكوت، شاعر حلو وترف وشاب مرتب ويكتب قصائد مرتبه بالوان مرتبه، ان شاء الله اتمنى لكم موفقيه، تابعوه ودعموه يحتاج الدعم. اكيد مشاهدينا الكرام ما زلنا بعلماشي نتناول كثير من المواضيع، انتظرونا بمواضيع اخرى وبمحاور اخرى. انا علي الغزي وكل كادر برنامج بالعاشره، نلتقيكم على خير ان شاء الله، واعذرونا خافض وزناكم. واكيد اليوم الحلقه كانت منوعه بكل التفاصيل، فما اعتقد اكو احد ضاج. تحياتنا لكم، اودعناكم.